أهلا بكم. أعلنت قوة الجيش الوطني اقتحام معسكر خالد والسيطرة على أجزاء واسعة منه بمديرية المخا على الساحل الغربي. أوضح موقع الجيش أن القوات اقتحمت المعسكر من المحورين الغربي والجنوبي وتوغلت داخله. وأشار الموقع إلى استمرار المعارك وأن قصفا مدفعيا ما يزال مستمرا بين الجيش والميليشيا شرقي المعسكر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا يمثل اقتحام معسكر خالد بن الوليد؟ وما هي الأبعاد الاستراتيجية والمستقبلية بعد السيطرة؟ بعد إتمام الحصار بشكل كامل على محيط القاعدة العسكرية الخاضعة لسيطرة تحالف الانقلاب، أعلنت قوات الجيش مؤخرا تمكنها من اقتحام معسكر خالد، المعسكر الذي كانت قد أعلنت السيطرة عليه في وقت سابق، ولكن عادت إليه المواجهات لتشكل مرحلة جديدة من المعارك. المعسكر الذي يمثل أكبر قاعدة عسكرية في الساحل الغربي يعتبر أيضا البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة، كما أن السيطرة عليه بحسب عسكريين تعني قطع الإمدادات العسكرية للميليشيا التي تصل إلى الجبهات غربية تعز. وفيما يشكل المعسكر أهمية استراتيجية لخارطة المواجهات في أكثر من منطقة، يرى مراقبون أن للمعركة أبعادا كثيرة ستتضح في المستقبل، وذلك على مستوى الحسم وخلخلة قوى تحالف الحوثيين وصالح. مشاهدينا الكرام، نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. معركة عنيفة أوصلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية إلى قلب قاعدة معسكر خالد. يقع المعسكر الأكبر في الساحل الغربي بين تعز والحديدة، حيث نجحت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باقتحامه بعد معارك ضارية خاضتها قوات الجيش ضد ميليشيات الحوثي بتغطية من طيران التحالف العربي. مع اقتحام أسوار المعسكر من عدة جهات والسيطرة على أغلب مرافقه وملحقاته، تكون الميليشيا قد منيت بهزيمة قاسية وتكبدت خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. الجهة الغربية والجنوبية كانت مسرح العمليات العسكرية، حيث اقتحمت القوات أسوار ونوبات الحراسة، ومنها استمرت بالتوغل إلى داخل المعسكر لتتمكن من السيطرة على مقر القيادة ومنصة العرض العسكري بحسب معلومات يجري تداولها. مصادر ميدانية تحدثت أن قوات الجيش تواصل خوض معركتها بأطراف المعسكر من الجهة الشمالية، ويتزامن ذلك مع عمل فرق نزع الألغام وتفكيك العبوات الناسفة لاستكمال السيطرة على المعسكر بشكل كامل. يرى مراقبون أن استعادة معسكر خالد واحدة من الخطوات المهمة في طريق خلخلة قوة الجماعة الإنقلابية وإضعاف ما تبقى من تواجدها في الساحل الغربي التي كانت تعتمد بشكل رئيسي عليه وتتخذ منه محطة انطلاق وقاعدة لتدريب عناصرها. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من المخا حمد الشكري، قائد المعارك لعمليات الرمح الذهبي وقائد عملية السيطرة على معسكر خالد. إذن سيد شكري، إذن هل أحكمتم السيطرة بالكامل على المعسكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا من تمكننا في إعادة معسكر خالد بن الوليد وإحكام السيطرة عليه بعد دحر الميليشيات الانقلابية من المعسكر تماما. فالحمد لله الآن هو في قبضة يعني المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادة التحالف العربي على رأسهم يعني دولة الإمارات العربية ودولة المملكة العربية السعودية ومن حالفهم السودان وغيرها. فالحمد لله نحن نواصل، والآن مسيطرين سيطرة تامة على معسكر خالد بن الوليد من جميع الجهات. هل من معارك في محيط المعسكر أو بداخل المعسكر لجيوب من الميليشيا، أم أن العملية تمت بشكل تام 100%؟ المعارك كانت بالأمس، في بداية الأمر كانت المعارك بالأمس كانت معارك ضارية،
وتم السيطرة على جزء منها في يعني في منتصف يعني في الليل. ثم اليوم يعني صباحا تم تطهير المعسكر تماما من جميع الجهات ويعني دحر الميليشيات إلى ما بعد معسكر خالد من الجهة الغربية الجهة الشرقية. طيب سيد حمدي، إذن إلى أين يعني القوات التي كانت متواجدة من الميليشيا بداخل المعسكر إلى أين ذهبت؟ إلى أين فرت؟ الآن هي يعني خرجت متجهة باتجاه يعني البرح وباتجاه يعني مفرق سعيد باتجاه إب ومقبنة وغيرها من المناطق الشرقية. فالحمد لله تم دحرهم وقطع القط العام الذي يؤدي من قط الحديد تعز ووضع نقاط أمنية للمقاومة الشعبية وكذلك وضع نقاط اتجاه المفرق موزع والناحية الجنوبية والشمالية. بقي لهم منفذ آخر يعني الوحيد المنفذ الذي يخرجهم من البرح وباتجاه مقبنة يعني إلى ما بعدها. طيب هل لك أن تطلعنا على طبيعة القوات التي اقتحمت المعسكر وخاضت هذه المعركة بداخل معسكر خالد بن الوليد؟ أكرر ما سمعتك واضح. أتساءل عن طبيعة القوات التي دخلت إلى المعسكر وخاضت هذه المعركة للسيطرة عليه. القوات صراحة قوة جبارة وكانت على معنوية تامة من الشباب المقاومة الشعبية وكذلك مما يحالف من الجيش الوطني ويعني مع التغطية الجوية من قبل قيادة التحالف العربي. والحمد لله يعني كانت معنوية عالية ولا زالت القوات متواجدة يعني المقاومة الشعبية متواجدة على تهم معنوية عالية وكذلك يعني عندهم همة عالية للتقدم إلى ما بعد معسكر خالد وإلى يعني إلى آخر مواقع الحوافش. طيب إذا ما تحدثنا عن جانب الصعوبات التي واجهتكم أثناء اقتحام المعسكر، ما كانت طبيعتها؟ والله في كانت هناك بعض يعني معوقات من يعني بعض الألغام التي وضعوها يعني الحوثيين والموسم يعني ميليشيات المخلوق نعم يعني انصار الموسم. فالحمد لله تم يعني وضع طريق لنزع الالغام من مهندسي الغام وكذلك فتح طرقات وممرات لكي تسهيل دخول المقاومه الى معسكر خالد. فكانت الحمد لله هناك كثير من القتلى ومن الأسرى من يعني الحوثيين ويعني الانقلابيين. طيب هل تمت إحصائيات بخصوص عدد القتلى وإن كان هناك أسرى أم لا؟ والله هناك ما عندنا إحصائيات لكن هناك نرى نعم. عشرات القتلى في معسكر خالد وحوالي معسكر خالد. نعم. طيب الآن عندما نتحدث عن معسكر خالد، كانت القوات قد أعلنت على الأقل اقتحام إحدى البوابات في وقت سابق من هذه السنة. الآن لمحاولة تأمين هذا الانتصار وتأمين السيطرة على معسكر خالد، ما هي الجهود التي ستبذلونها؟ ما طبيعة الخطة التي ستقومون بها؟ والله هناك يعني نقوم بوضع رسانة عالية لحماية المعسكر من جميع الجهات وإن شاء الله تكون حسب جهات القيادة العليا بالخطط التي نقوم بها. إذن أشكرك حمدي شكري قائد عملية السيطرة على معسكر خالد، كنت معنا عبر الهاتف من المخا، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من تعز عبد العزيز العقيد، عبد العزيز المجيدي رئيس عمليات المجلس العسكري. أهلا بك سيادة العقيد. حياك أخي الكريم. حياك الله. إذن سيادة العقيد، تقدم جديد تعلنه قوات الجيش فيما يخص معسكر خالد بن الوليد، دعنا نتحدث الآن عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الاقتحام وهذه السيطرة. أولا لست رئيس عملية المجلس العسكري، قد نحن نعمل في مجال التحليل العسكري وخبير عسكري. نعم.
الأهمية الاستراتيجية والعسكرية للسيطرة على معسكر خالد. أولا انطلاقا من الموقع الجغرافي الذي يتواجد به ساحة المعسكر والذي تمتد على أكثر من 12 كيلومتر، فهو يعتبر مسيطر على مثلث مفرق المخاء والخط الساحلي وكذلك الخط البري الذي يربط سعيد بالحديدة. وتعتبر معسكر معسكر خالد كقاعدة عسكرية استخدمها الانقلابيون لدعم الجبهات باتجاه ذباب وكذلك للتزويد ودعم وتعزيز ميليشياتهم الانقلابية التي تحاصر محافظة سعيد والتي تقاتل باتجاه الوازعية والموزع والكدحة. فبسقوط هذا المعسكر أو هذه القاعدة التي كانت تعتبر المؤخرة الاستراتيجية للدعم وتعزيز بالأسلحة والذخائر لجبهتهم الميليشيات الانقلابية التي ترتبط الجبهات، نستطيع القول بأنها هي هزيمة نكرة لهم، علما أن معسكر خالد هو أول لواء كان يقوده وتعين بقيادته الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فهذه هزيمة كبرى للمخلوع ولكل الميليشيات. فكل الجبهات الآن اللي تواجد في الاتجاه الجنوبي الشرقي مثل جبهة موزع والوازعية والكدحة، فبالتقدم باتجاه مفرق المخا ومفرق الوازعية ستسقط تلك الجبهات آليا. ونحن نعتبر بأن سقوط المعسكر ابتدأ من عندما تمكنت قوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تنفيذ عملية الالتفاف وقطع خط الإمداد من النجيبة وكذلك من الهاملي. هنا تكمن الأهمية بأن قطع الإمداد والتعزيزات التي كانت تصل إلى تعز من طريق الحديدة وكذلك قطع الخط البري موازاة بالخط الساحلي الذي كان يأتي من الحديدة الخوغاء إلى المخاط. نعم. طيب الآن إذا ما تحدثنا على عملية تأمين السيطرة على المعسكر، ما هي النقاط الأولوية الآن في عملية تأمين هذا المعسكر مخافة من هجمات للميليشيا محاولة إعادة السيطرة عليه؟ الميليشيا الانقلابية الحوض العفاشية لا تستطيع أو لا تملك الإمكانيات للقيام بأعمال هجمات معاكسة لاسترداد سواء ساعة المعسكر أو المنطقة المجاورة عليه، لأنها لو كانت تمتلك القدرة والجاهزية القتالية لما استطاعت أن تدافع على الخط الرابط ما بين المعسكر والنجيبة والهاملي باتجاه الحديدة. الميليشيا الانقلابية منهارة، لكن من ناحية الاحتياطية فيجب التقدم باتجاه مفرق المحا ومفرق الوازعية حتى منطقة البرح الذي انسحبت إليها الميليشيا الانقلابية لتختبئ وتستخدم السكان والأهالي هناك كدروع بشرية لتشن هجمات معاكسة أو قصف مدفعي. فمن الناحية الاحتياطية أو الابتعاد على تأثير المقذوفات من قبل الإنقلابيين يجب أن تكون هناك منطقة آمنة لا تقل على سحر الميليشيات لا ما بعد البرح، وكذلك تقدم قوات محور سعد باتجاه الربيعي وباتجاه هجدة والرمادة لتكون تلك المنطقة الشمالية والجنوب الغربية منطقة آمنة ويتحقق بإذن الله فك الحصار الأكبر من اتجاه الجانب الغربي على محافظة تعز. طيب يعني عندما نتحدث عن محافظة تعز نتحدث يجب أن نتحدث بالضرورة عن المقاومة والجيش هناك. هذه المعركة هل يتم التنسيق بخصوص النواحي العسكرية مع المقاومة هناك والجيش الوطني هناك، أم أن هذه المعركة معركة مستقلة؟ المفروض يجب التنسيق، لكن وفقا للخطط والمعمول فيه عسكريا بأن التنسيق وتنظيم التعاون هو يتم وفقا للمهام والزمان والمكان اللي تمتد فيه الأعمال القتالية، فهذا يخضع للخطة التي رسمت والتي تنفذ. نعم. طيب على سبيل أو من ناحية استراتيجية الآن سيادة العقيد، ما هي الخطوة التالية بالنسبة لهذه القوات التي اقتحمت هذا المعسكر؟ ما الذي يجب أن ننتظره في المستقبل القريب؟ ما الذي يجب؟ هذا شيء ثاني، لكن ما هو القرار للتوجه باتجاه هذا يظل قرار سري، لأنه لم تحتفظ بالمعركة بسريتها إلا بقرار القائد وقرار الاتجاه. لكن ما الذي يجب؟ الذي يجب أنه أن تتجه كل جبهات الكدحة وكذلك حمير بقبنة والجبهة الغربية لمحور تعز باتجاه الربيعي لتلتحم الجبهات
وتكون المنطقة مطهرة كاملة، أقل شيء من مفرق شرعب حتى البرح مفرق المخاء، ليتم تأمين خط دخول المواد الإغاثية والغذائية وفق الحصار بنسبة لا يقل على 70-80% من تلك. إذن أشكرك سيادة العقيد عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من عدن علي صالح الخلاقي المحلل السياسي والعسكري، أهلا بك سيد علي. يا هلا فيكم، مرحبا. حياكم الله. إذن دعنا نتحدث عن يعني طبيعة الأبعاد الاستراتيجية التي يحملها هذا التقدم على سبيل المرحلة القادمة. لا شك أن هذا الانتصار يعتبر انتصارا يعني بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة الجنوبية، ويمثل ضربة خاصمة بالنسبة لميليشيات الفلسطينية وقوات المخلوع، خاصة لما تحمله هذه القاعدة العسكرية ومن مكانة عسكرية ولوجستية واستراتيجية هامة. وبتقدم هذه تصاب. نعم أستاذ الخلاق، إذن هناك، هل تسمعوني أستاذ علي؟ أستاذ علي؟ إذن يبدو أن هناك خلل في التواصل مع المحلل السياسي والعسكري السيد علي صالح الخلاق الذي كان معنا عبر الهاتف من عدن. إلى حين إصلاح هذا الخلل مشاهدينا الكرام، كان معنا قائد عمليات السيطرة على معسكر خالد السيد حمدي شكري، تحدث على أن السيطرة تمت عليه بشكل كامل، خاصة بعد المعارك التي كانت في الأمس في الجهة الشرقية تحديدا من هذا المعسكر، واليوم تم تطهير المعسكر بالكامل فيما خرجت القوات التي كانت أو ذهبت القوات التي كانت بداخل هذه المعسكر إلى النواحي الشرقية من بخارج هذا المعسكر. كذلك تحدث معنا العقيد عبد العزيز المجيدي على أن طبيعة هذه العملية العسكرية وأهميتها، حول أهميتها الجغرافية، خاصة باعتبار المعسكر خالد أكبر معسكرات اليمن في المنطقة أو في الساحل الغربي ومحافظة تعز بالتحديد. إذن مشاهدينا الكرام، كما تحدثنا، إذن كانت هناك الكثير من علامات أو كثير من التطمينات حول أن هذه المعركة ستكون بادرة إلى تثبيت السيطرة على معسكر خالد بشكل عام، حتى يتم تأمين هذا الانتصار ويتم عملية تأمين السيطرة عليه بشكل كامل. إذن مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن إلى فاصل قصير، بعده نعود لاستئناف هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحن نحاول التواصل مع السيد علي صالح الخلاقي المحلل السياسي والعسكري، لكن يبدو أن هناك خلل في الاتصالات من المصدر. أعيد تلخيص بعد ما تحدث به السيد حمدي شكري قائد عمليات في قائد عمليات السيطرة على معسكر خالد، تحدث على أن المعسكر تمت عليه السيطرة بشكل كامل بعد وجود معارك في الجبهة الشرقية منه من هذا المعسكر، وهذه الجهة التي خرجت إليها وخرجت خارج المعسكر قوات المخلوع والحوثيين بعد المعارك التي كانت في يوم الأمس. إذن هذا المعسكر مشاهدينا الكرام له أهمية كبيرة، من حيث أنه المعسكر أو ثاني أكبر معسكرات البلاد والمعسكر الأكبر في منطقة الساحل الغربي بشكل عام. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. أشكر الضيوف الذين كانوا معنا اليوم، العقيد عبد العزيز المجيدي وكذلك حمدي شكري قائد العمليات عملية السيطرة على معسكر خالد، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل، إلى اللقاء.